احنا عموما في اول حلقه النهارده كنا عندنا سؤال خاص بالسوشيال ميديا، قلنا الناس متوقعين نتيجه مباراه الاهلي ونهضه البركان هتنتهي بنتيجه كام، ومين كمان اللي هيسجل اهداف. تعالى نستعرض بقى في وجود حضرتك معانا برضو يعني وجهات نظر واراء الناس. امل العامر بتقول باذن الله الاهلي يكسب واحنا واصلين في رجالتنا، مصري وافتخر باسم اللي كتب لنا او اللي بعت لنا، بيقول ان شاء الله اتوقع 2 للاهلي 1 نهضه البركان لان الاهلي قادر على كسر المعادله في الاوقات الصعبه. رشدي بيصبح علينا بيقول الاهلي هيكسب 2، محمد شريف وبدر بنون، وبعد كده بسيوني سعد 3-1 للاهلي، محمد شريف وقفشه وطاهر. ابو اسلام بيقول 2-1 للاهلي ان شاء الله، وميدو بيقول 2-1 برضو للاهلي. في على فكره كومن يعني اجابات كتيره، كومن 3-1 و2-1 على كل حال. برضو هنا كريم عمده شريف وقفشه ان شاء الله و3-1، وكله يعني في كلمه واحد دي قصب مشترك. مش عارف ايه واحد دي. لو جت على قد الواحد طالما احنا 3 و4 وحاجات زي كده بنروح. ايمن نور الدين بيقول 2-1 للاهلي، هدف حسين الشحات وبدر بنون. ده متفائل بشكل غير طبيعي. عيد سيد بيحيينا وبعد كده بيقول 2-1 برضه. وعبد العزيز رفعت بيقول ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-0، مفيش واحد بقى هنا. هنا 3-0، حسين الشحات، محمد شريف وقفشه، وبيصبح علينا كلنا. يوسف برضه ابو خديجه 3-0 للاهلي، اجابات قريبه من بعض كلها. وحسني محمد حسني ان شاء الله الاهلي يفوز 2-0، صلاح محسن ومحمد شريف. ايه دي بقى؟ كيرلس الديس. 2-0 صلاح محسن ومحمد شريف. ومحمد حمودي 3-2 لا وصلنا بقى للاثنين. 3-2 للاهلي ان شاء الله. قفشه هيسجل هدف، ومحمد شريف هدفين، ومحمود الجعفري بيقول ان شاء الله 3-1 للنادي الاهلي، محمد شريف وطاهر محمد طاهر. ليه حمودي بس 3-2؟ ليه؟ معتز الشامي ان شاء الله الاهلي هيفوز 3-1، بس عايزين اداء يتحسن، والاهم اهم البطوله التاريخ بطوله وليس اداء. صح ماشي. المهم نرجع فعلا باللقب. دي حقيقة. ماتشات النوك اوت انت ما بتعتمدش على الاداء اكتر ما بتعتمد على التاكتكس اللي تقدر من خلاله انك تكسب الماتش. يعني انا النهارده عندي بطوله السوبر، التاريخ ما بيفتكرش انا لعبت كويس ولا لا. بيفتكر مين يا جماعه، مين اللي اخذ السوبر بالزبط. ومين اللي اتهزم. عايز اقول لك على حاجه كمان شخصيا، توقعاتك ايه؟ عايزين نعرف قبل ما نقفل. هقول لك على حاجه، التاريخ اصلا ممكن انت تنسى اصلا مين كان الثاني. يعني دايما يعني ده اللي بيحصل على فكره. يقول لك سنه 2021 الاهلي بطل السوبر، ممكن تنسى اصلا انك لعبت بطل نهضه بركان او لعبت مثلا تونس او الجزائر او اي فرقه. الانجاز هو اللي بيحصل، انت بتفتكر بس مين بطل السوبر الافريقي. فمش بالضروره ان اداك يبقى الاداء المقنع جدا. يعني ايطاليا لما خدت كاس العالم ما كانش الاداء مقنع جدا بالنسبه للناس، بس قدرت توصل. اقول لك على حاجه، البرتغال ب4 تعادل وصلت سيمي فاينل، 4 تعادل توصل سيمي فاينل في بطوله اوروبا واخدت البطوله. تمام؟ فمش بالضروره ان الاداء يبقى مقنع للدرجه الكبيره جدا، بقدر ان انت بتلعب على البطوله. نختم مع حضرتك بقى بتوقعاتك. انا اتوقع 2-0 سريعا ان احنا وقتنا خلاص. 2-0 الاهلي ان شاء الله. يا مسهل الحال. ان شاء الله خير، وان شاء الله نبتدي بقى حلقه يوم الاحد الجاي بجمله ايه؟ لصباح النصر باذن الله. يا رب تبقى مباراه قويه ويرجعوا لنا كده بالكاس، ونشوف حضراتكم انا وكريم باذن الله يوم الاحد.